أحدثكم اليوم من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً من قلب الشارقة. أحدثكم من هذه المنطقة التاريخية التي يعود تاريخ بيوتها إلى أكثر من 100 عام ماضية، لنستكمل معاً مسيرة الإرث الإماراتي الأصيل، ونكتب فصلاً جديداً لمشروع الشارقة الثقافي والحضاري. نعم، يفصلنا المكان، لكننا نجتمع على واجب ثقافي كبير بات اليوم واحداً من محركات النهضة المجتمعية، ألا وهو بناء الإنسان على مقدرات الكتاب والوعي المعرفي.